أثار المخاوف والقلق بالنسبة لبعض المواطنين، خاصة أيضا الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، مباشرة حول ما تعانيه من عجز مالي ووصف بالصعب مباشرة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد الناطق الرسمي باسم وكالة الأونروا السيد سامي مشعشع. وسعدت صباحا بكل الخير سيد سامي. صباح الخير، أهلا وسهلا بك. يعني بداية، كنتم قد أفدتم بأن الوكالة تعاني من عجز مالي صعب يقدر بحوالي 115 مليون دولار، من بينها 70 مليون دولار رواتب للموظفين، لكن التساؤلات هنا تشير وتذهب حيث بوصلة الاستفسار حول الخدمات. هل سيكون هنالك شح في تقديم الخدمات وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مختلف الأقاليم الخمسة؟ إضافة، ماذا عن تبعات هذا العجز المالي؟ نعم، شكرا. العجزات المالية على مدى السنوات الماضية خصوصا بعد توقف الدعم الأمريكي أثر في الكم والكيف على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، خصوصا الخدمات المتعلقة بمساعدة العاطلين عن العمل وأفقر الفقراء. هذه الأزمات المالية المتفاقمة استطعنا التعامل معها وأثرت على الخدمات، ولكنها لم تؤثر يوما ما على الرواتب المقدمة ل 28 ألف موظف لدينا، 17 ألف منهم في قطاع التعليم. هذه هي المرة الأولى للوكالة بسبب العجوزات المالية التي لا يوجد هناك سيولة كافية في البنوك لدفع الراتب كاملا لهذا الشهر، وهذا هو الجديد في هذا الموضوع. وكما تفضلت، المخاوف والقلق بين صفوف العاملين لهذا الموضوع هي مشروعة ومفهومة، لديهم التزامات كبيرة وعريضة لأسرهم المباشرة وأسرهم الممتدة وديون وقروض آخره، وبالتالي القرار لم يكن سهلا، كان صعبا ومرا، ولكن لا يوجد هناك حتى اللحظة، أنا أتحدث إليك ونحن في منتصف الشهر، لا يوجد أموال كافية نستطيع أن نعد بها عاملينا أننا سندفع الراتب كاملا، ولكن ما زال لدينا أسبوعين نربط الليل بالنهار، حوارات مكثفة لا تنقطع مع الدول المتبرعة والأصدقاء والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها وجامعة الدول العربية وغيرها الكثير، يحاول لهدفين: الهدف الأول الخروج من عنق الزجاجة لهذا الشهر والشهر القادم، والشهر القادم سيكون صعب إذا لم نحصل على الأموال، وقد تؤثر على الخدمات أيضا المقدمة للاجئين. إن استطعنا الخروج عبر هذه الجهود، وهناك اجتماع مهم الاثنين القادم للهيئة الاستشارية، وهي أعلى جهاز ناظم للوكالة يضم كل الدول المتبرعة لنا والمضيفة، هذا الاجتماع مهم. إن استطعنا الخروج، وهو سينظر في الخروج من عنق الزجاجة لهذين الشهرين، وبنفس الأهمية إن لم يكن أكثر أهمية، كيف نبني للعام القادم. صحيح. العام القادم، تفضلي. صحيح، وبالتأكيد نحن هنا نسأل ونستفسر، يعني إذا ما تم الوصول إلى حلول مؤقتة، إنجاز التعبير وتسميتها سجد سامي، لكن للعام القادم والأيام القادمة، هل ستبقى وكالة الأونروا تعاني من ذات الظروف الصعبة ماليا والعجز المالي؟ وهنا يضع علامات استفهام وتخوفات من قبل الموظفين، يعني أيضا البعض يستفسر هل سيتم تقليص أعداد الموظفين في الوكالة، هل هذا يعني انعكاس وإسقاطات في طبيعة نقص الخدمات التي لربما أو يستفيد منها اللاجئين في مختلف الأماكن؟ يعني هذه الدوامة هل بالفعل سيتم نقاشها للوصول إلى ديمومة استمرارية الخدمات، وألا تتعرض وكالة الأونروا إلى عجز مالي صعب مرة أخرى؟ يعني نقطة مهمة أخت وفاء، يعني الصحفيين الفلسطينيين والوكالة وأنا والموظفين واللاجئين سئموا من تكرار بين مزدوجين أسطوانة الأزمة المالية للوكالة. صحيح. هي أزمة حقيقية ولكن مللوا من الاستماع لديها. الجديد في العام القادم هو أولا الإشارة الواضحة والتي لا لبس بها، يعني لبس فيها من الإدارة الأمريكية الجديدة، أنها ستنظر في إعادة التبرعات للأمم للأونروا، وهي كانت أكثر متبرع للوكالة على مدى عقود حتى نهاية 2017. وبالتالي إن رجعت، وهي سترجع، التبرعات الأمريكية وإن لم تكن بالقيمة السابقة،
بالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي نخطط له مع بدايات العام القادم، وجهد الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والسويد وهم يعملون بالتنسيق الكامل مع الوكالة. السنة القادمة ستنظر في خلق ثبات مالي متعدد سنوات الوكالة، بمعنى سندخل في اتفاقيات، وقد بدأنا في الدخول في اتفاقيات تمويلية للوكالة متعددة السنوات وليس كل سنة على حدة، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر الدولي سينظر في آليات توفير أموال أكثر ثباتا للوكالة. إن نجحنا في هذا المسعى خلال الأشهر القليلة الأولى من العام القادم، ومع إرجاعنا للتبرعات الأمريكية ورفع مستوى والتزامات الدول العربية للأنروا، عندها لن تتصلي بي لتسأليني عن الأزمة المالية للوكالة، لأننا سنكون قد بدأنا إرجاع العافية للميزانية، والأهم من ذلك إرجاع ما فقدناه من الكم والكيف في صحيح، ولربما أيضا التواتر في يعني بصراحة الفترة التي كانت، ولأنك عرجت على الشق الأمريكي في هذا الموضوع، لربما أيضا كانت السياسة السابقة لترامب التي لم تكن بالحسنى فيما يتعلق والجانب الفلسطيني والدعم إلى الجانب الفلسطيني. لكن هل بصراحة ربما أمريكيا هنالك تعويل على السياسة الجديدة، خاصة في ظل تولي رئيس جديد جو بايدن للرئاسة الأمريكية، هل هنالك آفاق يعني تبشر بالأمل، أم أن حتى هذه اللحظة الصورة ضبابية؟ لا، هي ليست ضبابية بأي معنى. البعض يشير إلى تصريحات نائبة رئيس الأمريكي المنتخبة كاميلا هاريس، صرحت بصريح العبارة أنها ستعيد النظر في وإعادة التمويل للأنروا، ولكن الأهم من ذلك أنه عندما كانت الانتخابات الأمريكية في أوجها، كل حزب يقدم برنامجه الانتخابي، وعندما تنظر إلى الفقرة المتعلقة بالشرق الأوسط والفقرة المتعلقة بفلسطين، هناك إشارة واضحة أن إن فاز بايدن وكاميلا هاريس، الحزب الديمقراطي سيسعى عبر البيت الأبيض لإرجاع المساعدات المرصودة للأنروا. وبالتالي هي ليست في مجال التأويل، ولكن في مجال التصريح المباشر. كم ستكون القيمة ومتى سترجع في العام القادم، هذا هو الغير معروف حتى اللحظة، ولكن وهذا مهم أنا لا أقلل منه، ولكن الأهم هو المؤتمر الدولي الكبير الذي بدأنا العمل عليه وسنعقده في الأشهر الأولى مباشرة للعام القادم، لخلق الآليات لثبات مالي. لأن عندما تخلق ثبات مالي ونسترجع العافية في الكم والكيف لخدماتنا، يستطيع اللاجئ الفلسطيني أن يركز على القضية الأهم بكثير من الوكالة ووضعها المالي. صحيح، والله ينشغل في طبيعة كما ذكرنا مسبقا بصراحة هذه الأنباء التي باتت تتردد كثيرا على مسامعنا، يعني هذه الديباجات زي ما بنقول سيد سامي. فنتمنى إن شاء الله أن يتم هنالك التعافي والتشافي من هذا العجز المالي، وأن تبقى الخدمات على ذاتها للاجئين في مختلف الأقاليم الخمسة. كذلك الأمر أن يحظى الموظف في وكالة الأونروا بحقوقه كاملة دون تجزي. أشكرك جزيل الشكر الناطق باسم وكالة الأونروا السيد سامي مشعشع، شكرا جزيلا لك وعلى هذا التوضيح وهذه المداخلة. نواصل وإذا